كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. على كل حال أنا قلت التقرير بحالي بحال عباد الله، ما عنديش معطيات أكثر من اللي عندكم نتوما، بأنه أمنيستي انترناسيونال كتقول بأن إسرائيل باعت شي برمجة سميتها بيغاسوس المغرب، وهي برمجة معمولة لمواجهة العدو. حنا عندنا واحد العدو مع الأسف كنخصو يكون أخ ديالنا، لأن حنايا ضمنا مع داك الشعب باش يجيب الاستقلال ديالو، بالمقابل كنا كنتظروا أنه يضمن معنا باش يساعدنا في تحرير ما تبقى من الأراضي من أيادي الاستعمار، ويعاوننا بحال اللي عاوننا زعما خوت، حنا خوت، عاوننا ضد فرنسيس غادي يعاوننا ضد اسبانيول. ما وقعتش شي غلط، ما غادي نديرو، ما للأسف هذاك بيغاسوس وديك البرمجة أيوا مستعمله ضد العدو، عندنا العدو عاود نقول لكم عندنا في الجنوب وفي الشرق، استعملوها ضد المواطنين. اتفاقية اللي كاينه الدولية اللي كتسمح لبيغاسوس أنه يقوم بديك البرمجة ديال مراقبة المواطنين، وفي في حالة حرب، في مواجهة عدو، في مواجهة الخطر، خطر الإرهاب، خطر ديال المخدرات، خطر ديال الهجرة السرية. الهجرة السرية واش خطر ولا ماشي خطر كيتناقش، ولكن بالنسبة للمنتظم الدولي خطر، اللي سميتها NSO، وهي شركة عالمية اللي اليوم هي المسؤولة على الإحصائيات ديال كوفيد وعلى هاد البرمجة ديال كوفيد، باش تعرفوا أهمية هاد الدولية. قالت أمنيستي انترناسيونال بأنه NSO فرضت على الدول اللي كتمتعها بالتجديد ديال بيغاسوس وبلا ميزاجور، انه عمرهم في حياتهم غادي يطبقوا هاد البرمجه على المواطن ديالها، ولا سيما اصحاب الفكر، اصحاب النضال، اصحاب الحقوقيين، المجتمع المدني، المثقفين، المفكرين، اصحاب الراي، اصحاب الراي المضاد. ولكن امنيستي انترناسيونال تدعي العكس. امنيستي انترناسيونال ماشي مجموعه ديال الناس كيلعبوا بي في الباب ديال الزرقه، اولا كيلعبوا غميطه، ولا كيلعبوا البارتشي ولا الروندا. امنيستي انترناسيونال منظمه عندها امكانيات كبيره، المنظمه الانجليزيه تكلا على المجتمع المدني، ولكن اكيد ان عندها امكانيات تفوق المجتمع المدني. ما كنقولش بان منظمه ديال المجتمع العمومي، ولكن تفوق المجتمع المدني، وعندها شبكه على الصعيد العالمي كتعرفش كتقول. امنيستي انترناسيونال كتعرفش كتقول، ويدافع فعلا دابا المخابرات المغربيه تستعملوا بيغاسوس المعمول لمحاربة الجيوش، الخصوم، المسلحين، الإرهاب، القتل، المخدرات، تبييض الأموال، كديرها باش تحارب الفكر والمفكرين. كنظن النصيحة اللي نقدر نعطي للدولة المغربية في التلفزيون الرسمية، دير الشعار يسقط الذكاء، تسقط الثقافة، يسقط العلم، وعاش الرعب. أنا نقدر نقول لكم أنكم كارثة، أن احنا نستعمل الوسائل الاستراتيجية العسكرية باش نعرفو، باش نقمعو المفكرين، يكونوا عن خطأ عن صواب. هذا شغلهم، النص ديال الناس اللي كتساند لي ما متفقاش معايا، وانا الثلثين ديال الناس اللي كنساندهم ما متفقش معاهم فكريا، ولكن ما نستعملش شي وسائل عسكريه استراتيجيه
كيسرق لهم افكارهم واقوالهم واقلامهم. ما نعرف عليك الحل. انا بعدا كنت رئيس حكومه ما نحتاجش هاد الوسائل، واذا كانوا عندي غنستعملهم ضد العدو ماشي ضد الفكر. نبدا نقولوا فليسقط الفكر والمفكرين والمحددين والتحليل مقابل ياش السمسارة والفساد والرشوة والاقتلاش والمحسوبية والحقد والظلم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.